السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب. كالمعتاد البداية بالعناوين، وهذا المساء سنتابع: الاتحاد الآسيوي يدرس ملاءمة ملعب الشرائع لدوري الأبطال. أوزايا في الرياض بعد يومين. ورئيس الهلال هرماش خارج حساباتنا. جدولة مالية تتيح للاتحاد تسجيل محترفيه. محمد حسين نصراويا وحسن الراهب اتفاقيا. الأهلي يواصل عروضه ويضرب برباعية. والشباب بنقاط الوحدة يلاحق الوصيف. عجلاني الشعلة ينجح في أول اختبار. أهلا بكم، هذه العناوين. في التفاصيل سنتابع آخر المستجدات في الرياضة السعودية، ورحب بضيفي الكريمين سامي اليوسف وهو رئيس تحرير صحيفة واي سبورت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك رجل الله، وأهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. سعداء بتواجدك، ورحب أيضا بالأستاذ بندر الرشود وهو الإعلامي والكاتب المعروف. أهلا وسهلا بندر. رحب فيك أخوي رجاء، ورحب بالأخوة المشاهدين وبالزميل سامي. الله يحييك. علمت مصادر الملعب أن الاتحاد الآسيوي طلب من الاتحاد السعودي تقريرا متكاملا عن ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، وذلك قبيل انطلاق أو اعتماد المباريات التي سيخوضها الأهلي في آسيا. من المنتظر أن الاتحاد الآسيوي سيبت في الأمر خلال الأيام القادمة، حيث كان الاتحاد السعودي قد رفع تقريرا خاصا بكافة المرافق التي يحتوي عليها الملعب، فيما سينتظر من الاتحاد الآسيوي أن يعلن رسميا اعتماد الملعب، أو أنه سيشكل لجنة لتقصي هذا الملعب والمدى والتحقق من مدى ملاءمته لدوري الأبطال. ويعتقد أن لجنة ربما تحضر الشهر القادم لفحص الملعب ولمتابعة أجزائه وجوانبه ومرافقه. يذكر أن اللجنة الأخيرة التي جاءت للسعودية وشهدت أو تجولت في الملاعب التي تجرى عليها مباريات دوري زين قد أعطت أعلى نسبة في الترتيب لملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع. سامي، يبدو أن الأمر ربما إلى درجة كبيرة معتمد لملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، لكن التقرير الذي طلب من الاتحاد الآسيوي قد يثير كثير من التساؤلات. والله طبعا في البداية خلني أرحب بزميلي العزيز والعزيز جدا على قلبي بندر رشود، ما رحبت فيه في البداية. ما في شك طبعا أنه الملعب مدينة الأمير الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع هو نفسه يعني قبل حتى التصنيف اللي احنا قرأنا عنه وأعطي له أعتقد A+. أي نعم A+. كان هو نفسه يعني النظير له هو الاستاد الوطني في البحرين. بالضبط، يعني انت لو زرت الملعبين ستجد حتى يعني قبل التعديلات على ملعب البحرين، وهذا الملعب استضاف العديد من المناسبات الآسيوية في البحرين وأيضا العديد من المشاركات حتى في كأس الاتحاد الآسيوي لمشاركات المحرك البحريني. تقريبا أنا أتصور في رأيي أنه يمكن قد يكون إجراء روتيني أو يعني الاتحاد الآسيوي، والملعب بالعكس يعد من أفضل الملاعب يعني المجهزة خصوصا بعد التجهيزات الأخيرة. هل يؤثر بعد المطار عن 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 الملعب في هذا الجانب؟ والله ما أعتقد يعني. بندر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالتأكيد لابد أن الاتحاد الآسيوي يفحص الملاعب التي ستقام عليها المناسبات في دوري أبطال آسيا.
من الطبيعي أنه يطلب تقرير، وأعتقد أنه التقرير روتيني، خاصة أن ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشراء ربما للمرة الأولى التي تقام عليه منافسات دوري أبطال آسيا. نعرف أنه هو من يحتضن مباريات الوحدة، الوحدة لم يشارك في فترة سابقة. في ظل تحسينات أو إغلاق ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، طبيعي أنه تنتقل مباريات الأهلي هناك، طبيعي أن الاتحاد الآسيوي يطلب تقرير عن الملعب. أعتقد مرافق الملعب أعتقد أنها مميزة، ربما تتفوق على ملاعب كثيرة في القارة الآسيوية. فالمجمل أعتقد أنه هيكون تقرير روتيني، سيخرج التقرير هذا إيجابية، علامة إيجابية. طبعا فيما يخص ابتعاد الملعب أعتقد أنه لن يشكل هاجس كبير، خاصة أنه أيضا في بعض الدول يكون هناك، يعني شاهدنا بعض الفرق سواء الخليجية أو السعودية تذهب إلى شرق القارة ويكون مكان الإقامة أو الاستضافة، نعم، يعني يبعد بأكثر من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، فأعتقد أنه أمر طبيعي. طيب، بالمناسبة أجرينا اتصالات مع بعض المسؤولين في مكة المكرمة وأيضا مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، قالوا أنهم لا يريدون التعليق، لكن أكدوا لنا أن مسألة التقرير تمت وأن التقرير رفع متكامل، وأنه كملعب يضم كافة المرافق المطلوبة في مثل هذه المناسبات، وأنهم بانتظار الاتحاد الآسيوي. أما إذا كان سيبتعث لجنة لفحص هذا الأمر أم يكتفي بالتقرير الذي بعث له لاعتماد الملعب للمباريات المقبلة للأهلي، يذكر أن الأهلي، الهلال، الشباب، الاتفاقية، المباريات التي تلعب في دوري أبطال آسيا، لكن الأهلي هو الذي اضطرته الظروف أن يكون متواجدا في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع. في جانب آخر، التعاقدات للاعبين وسباق الأيام الأخيرة في الفترة أو فترة الانتقالات الشتوية، يبدو أنها تصل لمرحلة عالية ومتقدمة بين الفرق. السباق في أوجه بين هذه الأندية السعودية اليوم، وفقا لمصادرنا وتأكيدا لما كنا قد ذكرناه ليلة البارحة، يبدو أن النصر ينتظر الموافقة النهائية والرسمية لانتقال محمد حسين لاعب المنتخب البحريني. الموافقة منتظرة من فريق الرفاع ونادي الرفاع البحريني، الذي ربما يبدي موافقته، ومنتظرة هذه الموافقة خلال الساعات القليلة القادمة لإنهاء إجراءات الانتقال. محمد حسين بديلا لشوكة في النصر. بندر، لا أدري إن كان هذا الأمر قد تم بشكل نهائي أم لا. لا طبعا، وفقا لمصادرنا أن هناك خطاب بعث للرفاع البحريني لإتمام عملية الانتقال بالإعارة. صحيح أبو خالد، طبعا بالأمس نادي النصر أرسل خطاب يتضمن رغبة نادي النصر بالتعاقد مع اللاعب محمد حسين قائد المنتخب البحريني حتى نهاية الموسم بنظام الإعارة. ظهر اليوم وصل لنادي النصر خطاب من نادي الرفاع البحريني يبدي موافقته حيال انتقال اللاعب. اللي أنا أعرفه أنه محمد حسين سيتواجد خلال اليومين القادمين، سواء يوم غد الجمعة أو يوم السبت، من أجل التوقيع. فمتى ما وقع محمد حسين تكون الصفقة أو تم، لكن موافقة النادي، نادي الرفاع البحريني أعلن موافقته وأرسل خطاب بذلك إلى نادي النصر بعد مغرب هذا اليوم. إذن خلال الساعات القادمة رسميا سيعلن، رسميا متى ما وقع محمد حسين في الكشافات النصر سيكون بالطبع لاعب رسمي بديلا عن الأوزبكي شوكت. نعم. سامي، إذا كان لك تعليق. والله أنا طبعا حقيقة يعني أنا رأيي الشخصي أنه محمد حسين شاهدناه في تجارب كان هنا في الدوري السعودي، وشاهدناه في دورة الخليج الأخيرة. أنا برأيي حقيقة يعني متوسطي الدفاع في المنتخب البحريني لم يكون يعني حقيقة بمستوى يعني يغري حقيقة النادي مثلا حريص على أن يطور أو يؤمن خطوطه الخلفية بالتعاقد معهم. هذا رأيي، يعني انه اقل صراحه من طموح يعني فريق مثل النصر. انا ارى انه النصر يعني في الاونه الاخيره، لكن اذا ما قورنا بشوكت، طيب ما قارنا بشوكت، احنا نبحث مثلا عن الافضل من محمد حسين. هذا رايي. بندر، طبعا شوف ابو خالد، نتحدث يعني عن لاعب اسوي. طبعا في فتره ماضيه كان فيه اتفاق بين إدارة النصر والمدرب للإبقاء على الأوزبكي شوكت، وكذلك الإبقاء بشكل عام على لاعبين الأجانب
باستثناء طبعا التعاقد مع البرازيلي رافائيل باستوس من 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 اجل الاستقرار، يكون ايضا حتى يكون هناك انسجام اكثر بين اللاعبين. لكن اعتقد في الايام الماضيه ومن خلال التدريبات خاصه بعد مباراه الاتحاد كان المدرب يرغب في منح شوكت فرصة قادمة، ولكن من خلال التمارين أيضا من خلال مباراة الفريق النصر بفريق الأهلي أعتقد أن المدرب خلال 48 ساعة الماضية أعطى اقتنع يعني أن اقتنع لماذا؟ لأنه إدارة نادي النصر عرضت عليه بعض الأسماء، شاهد خلال اليومين الماضيين العديد من أشرطة الفيديو لبعض اللاعبين تحديدا محمد حسين وفر له تقريبا يوم الاثنين الماضي ثلاثة أشرطة لثلاث مباريات سابقة في بطولة الخليج، شاهد اللاعب، شاهد إمكانيات اللاعب، أوصى وجد أنه المناسب يعني اختياره مش فني بالتأكيد، خاصة في ظل الوقت وقت محدود، بالإضافة إلى أنك تتحدث عن عنصر آسيوي، معناته أنه أيضا الخيارات تكون محدودة. فلذلك وأعتقد حقيقة أخوي رجا انه الكابتن محمد حسين قائد المنتخب البحريني قدم نفسه بشكل جيد في بطولة الخليج، لاعب متمرس يمتلك خبرة، ايضا لاعب صلب. طيب. اعتقد انه ان شاء الله انه يكون يعني خيار مناسب لفريق النصر في المرحلة القادمة. بس من كلام بندر وهو الشخص القريب من إدارة النصر يتضح انه يعني فرض اللاعب على المدرب، اي ان الاختيار لم يكن فنية. لا يقول شاف المدرب. إيه أنا لما تيجي تقول والله أنت خياراتك هذه محدودة، معناته أنت فرضت عليه خيارات. لا طبعاً. هذا رأيي. لا هو طبعاً شاهد الأشرطة إذا في مثلاً أحد من هؤلاء اللاعبين عجبك ممكن. شوف أنا بقول قضية شوكت، قضية شوكت كانت منذ أن تعاقد مع النصر كثير من الانتقادات كانت تدور حول أداء هذا اللاعب وأخطائه، يمكن حتى اللي من المحللين في القناة الرياضية كانوا ينتقدون هذا اللاعب يعني حتى أخطاء بدائية. فأنا أستغرب أنه مثلاً تجي في مرحلة أخيرة وتزنق روحك من قوسين مثلاً بخيارات محدودة. نتحدث يعني عن خيار آسيوي، يعني لو مثلاً لو كان الخيار طيب مفتوح خيار آسيوي في عندك عدة دول آسيوية يعني خاصة أنه مثلاً زي مثلاً اللاعب العراقي لا يستطيع المشاركة في الدوري السعودي، اللاعب الإيراني، فذلك أيضاً ضاقت الخيارات. طيب ولا تنسى ايضا ابو خالد انه في منتصف الموسم دائما صعب انك تجد خيارات، لو كان في بدايه موسم ربما العقود تكون منتهيه، لكن في منتصف الموسم تكون الخيارات هي فتره الانتقالات الشتويه يمكن فيها دائما مشكله الخيارات المحدوده. بالضبط. على اي حال في جانب اخر الاتحاد وقع رسميا مع البرازيلي بيلا الذي كان قد وصل ليله او يوم امس، وكنا قد تحدثنا ليله البارحه عن انه سيوقع اليوم. الصور التي ظهرت بالتوقيع مع نائب رئيس نادي الاتحاد الأستاذ عادل جمجوم كان قد وقع مع اللاعب عقد الانتقال. الاتحاد أيضا أعلن إلى أنه توصل هذه الصور الخاصة بالتوقيع ولحظات التوقيع التي تمت اليوم في مقر نادي الاتحاد للاعب البرازيلي الجديد. أيضا الاتحاد أعلن عن أنه توصل إلى جدولة لكافة المستحقات المالية. على ضوء هذه الجدولة بات من الطبيعي جدا أن يسجل كافة اللاعبين المحترفين له خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما كان قد دار حديث حوله في الفترة الماضية. الاتحاد توصل إلى اتفاقيات مع بعض لاعبيه ممن تقدموا بمطالبات سابقة سواء للجنة الاحتراف أو لغيرها، وفي النهاية تمت هذه التسويات بين اللاعبين والإدارة، واليوم أعلن عن أن هذه الجدولة بات من المؤكد أنها تنهي كافة الإشكالات التي كانت تعيق تسجيل اللاعبين، أصبح من المتاح تسجيل كافة اللاعبين في نادي الاتحاد. بندر لك تعليق على هذا الأمر، الاتحاد خرج من مأزق كبير جدا كاد أن ينهي أو يوقف كل الصفقات التي تمت خلال الفترة الماضية بما فيهم أحمد الفريدي، بما فيهم بيلا الذي توقع ليلة البارحة، واللاعب المجري أيضا. بالتأكيد أبو خالد، طبعا لجنة الاحتراف تلزم الأندية سواء في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية أنه لا يستطيع أي نادي التسجيل إلا من خلال إجراء مخالصات مالية أو توفير المبالغ المطلوبة. طبعا الإدارة الاتحادية في ظل صعوبة توفير مبالغ مالية في هذه الفترة يجب عليها أن تتفاهم مع اللاعبين الذين لديهم حقوق مالية لكي يتم
سحب الشكاوي، لانه اذا في شكوى في لجنه احتراف لن يتم التسجيل. فلذلك بالتاكيد لابد ان اداره الاتحاديه او غيرها من الادارات تتفاهم مع اللاعبين من خلال جدوله المبالغ المستحقه لفترات مستقبليه، بشرط انه يوافق اللاعب. متى ما وافق اللاعب لن يكون هناك مشكله للنادي مع لجنه الاحتراف. يبدو انه انتهت هذه المساله في الاتحاد وفق ما اعلن اليوم عن جدولة المستحقات مع اللاعبين والاتفاقيات التي جرت أنهت هذه الأزمة. واضح أن إدارة الاتحاد توصلت إلى اتفاق مع هؤلاء اللاعبين بدليل أنها أصدرت بيان بهذا النحو، رغم أن حقيقة الإدارة الاتحادية خلال الشهر الماضي أجرت يمكن من 5 إلى 6 تعاقدات سواء محلية أو أجنبية. كان أيضا يفترض أن الإدارة الاتحادية حتى توفر الاستقرار في صفوف الفريق أنه أيضا تقوم بدفع المستحقات حتى لا تتراكم الأمور. تعرف أخوي أبو خالد أنه في حال في فترة مقبلة بالنهاية ما هي مطالبة بأن تتعاقد تعاقدات جديدة، أن تبعد لاعبين لم يكن لهم إيجابية كبيرة في المرحلة الماضية؟ بالتأكيد، لكن الفريق يحتاج، أكيد الفريق يحتاج، ولكن أيضا الإدارة الاتحادية أعتقد أنها بحثت عن المستقبل، لم تبحث عن تطوير الفريق أو أنها تحاول رمرمة صفوف الفريق حتى مثلا نهاية هذا الموسم. بحثت عن مختارفة، لا تبحث عن حقيقة لاعبين بمبالغ مالية عالية. أنا أخشى على الإدارة الاتحادية أنها لا تستطيع أن تفي بهذه المبالغ المالية. شاهدنا دي سوزا في فترة ماضية كان هناك مبلغ يفترض أنه يدفع في وقت محدد لم يتم دفعه، وذلك خسرت الإدارة الاتحادية لاعب أجنبي مهم، وأيضا اضطرت انها تدفع المبالغ الماليه، وايضا ربما تكون هناك ايضا شكوى قادمه من الاتحاد الدولي لكره القدم فيه. كان منتظرا من الاداره الاتحاديه ان تنهي هذا الامر قبل الايام الاخيره حتى لا تقع فيما وقعت فيه في الفتره الماضيه. حسامي، طبعا في بدايه الفتره التسجيل الاولى صدر من مجلس الاحتراف بيان كان موضحا ومحددا حول نادي الاتحاد وتعاقداته والامور الماليه المستحقه والمتخلفه. بندر قال كلام مهم، يعني أنه فعلا إذا لم تكن هناك شكوى في لجنة الاحتراف ضد أي نادي من أي لاعب فإن الأمور تمشي بإنسيابية. حتى لو كان في وتسجيل. شكوى أعتقد وتمت التسوية، نعم، تسحب الشكوى. هو طالما ما في، إذا تم التسوية خلاص انتفت الشكوى. لكن أنا بأخذ الجانب، إحنا بتحدث عن الاحتراف فقط هنا ولا في جانب آخر؟ في عندنا أكثر من جانب. خلينا أنا بغى أتحدث عن لجنة الاحتراف. الاتحاد إذا كان عندك شيء حول. طيب أنا بأجل الحديث عن لجنة الاحتراف إلى هذا، لكن أبغى أركز على نقطة فنية مهمة في الاتحاد، بما أنه بندر أسهل في الحديث على الجوانب المتعلقة بالاحتراف إداريا وماليا. أنا بأركز على إيجابية الاتحاد في منحه لستة لاعبين يعني إعارة أو مخالصة للعب في أندية أخرى، من ضمنهم حارس وعدد من اللاعبين. هذه إيجابية حقيقة أنها تحسب للإدارة، وأيضا الاستناد على تقارير فنية كانت من السيد كنيدة واستمراري وبقائي لهذه الفترة أنا أعتبرها من الأمور الإيجابية التي تجعلنا نتفائل بمستقبل كروي للاتحاد جيد. طيب هذا فيما يخص النادي الاتحاد. أيضا في جانب التعاقدات الشتوية، الأمير عبد الرحمن بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال كان قد تحدث اليوم أو عبر تويتر، أظهر أكثر من تغريدة تحدث فيها عن قادم المرحلة المقبلة مع اللاعبين المحترفين وعما إذا كان سيكون هناك تعاقدات جديدة. طبعا وفقا لما قلنا ليلة البارحة في برنامج الملعب أن البرازيلي أوزايا سيكون الفحص الطبي هو الفاصل بين أن يوقع للهلال أو لا، ومعلوماتنا الأخيرة أنه سيصل خلال اليومين القادمين إلى الرياض لإجراء الفحص الطبي وإنهاء كافة الجوانب المتعلقة بالتعاقد معه. الأمير عبد الرحمن بن مساعد أوضح أن هرماش بات خارج الحسابات أيضا في الجانب الفني في الهلال، تحدث عبر أو قال آراء عديدة في هذا الجانب في حسابه من خلال حسابه في تويتر وتغريدات كانت موجهة رسالة مطولة للجمهور الهلالي. نتابع أبرز ما دار أو جاء في هذه الرسالة. تعاقدنا مع محور بديلا لهرمش، وسنتعاقد بإذن الله مع مدافع أجنبي بديلا المانجان، واستعرنا الحارس إبراهيم زايد لآخر الموسم لإيقاف شراحيلي، وهذه هي احتياجات الفريق في الفترة الحالية وفق رؤيتنا واجتهادنا، وأبقينا على ويسلي ويوب يونغ الذين نرى أنهما مفيدان للفريق. ولم نتعاقد ولن نتعاقد مع لاعبين إلا إذا تحققنا من إمكانية خدمتهم
للفريق بشكل مميز، وذلك بسؤال أكثر من مدرب ثقة راقبهم أو دربهم، وبمشاهدة آخر مباريات لهم من قبل الجهاز الفني، ويبقى نجاحهم التوفيق بيد الله. ومن أمله من الجمهور الهلال الكريم الوقوف مع الفريق ودعم جميع لاعبيه وتشجيعه. وبالمقابل نحن واثقون بإذن الله أن أخواننا وأبنائنا اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لإسعاد جماهيرهم وتحقيق طموحاتهم. أما من يمتلك نظرة تشاؤمية دائمة أو يتمنى تعثر الفريق للانتصار لوجهة نظري، فلا يمكن أن نقول له إن كان من الجمهور الهلالي إلا أننا نتمنى أن نخيب ظنك، فما نحتاجه الآن هو الوقوف مع الفريق وبث روح التفاؤل والعزيمة فيه، فالتطبيق لا يمكن أن يأتي منه إلا الضرر. نسأل الله التوفيق وأن نفرح جمهور الهلال الكريم. وختاما أقول أنني واثق أن لدينا جمهور عظيم هو أقوى أسلحتنا، ولدينا فريق متميز جدا قادر بإذن الله على إسعاد جماهيره، وما يحتاجه بعد توفيق الله هو دعم جماهيره الوفية فقط. هذه الرسالة التي كان قد غرد بها الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال لجماهيره متحدثاً عن المرحلة القادمة. قبل قليل أيضاً كانت لرئيس مجلس إدارة الهلال تغريدات أخرى تحدث فيها عن من ينتقدون الصفقة القادمة للهلال أو انتقال اللاعب البرازيلي فيما يبدو، وتحدث عن أن واستشهد بأمثلة سابقة للاعبين حذروا وسط انتقادات كبيرة ثم نجحوا فيما بعد. سامي، إذا كان لك تعليق أولاً، الهلال فيما يبدو أنه تتجه أموراً للاعب البرازيلي أوزايا. نعم، أولاً دعني أؤكد على أنه الأمير عبد الرحمن مساعد يوفق دائماً بالخروج في توقيت مهم، ودائماً يكون أو تكون تغريداته مثيرة للمتابعين الغير هلاليين والمتابعين الهلاليين، بمعنى أنه يوضح أمور تهم الشأن الهلالي وتخصه، يضع النقاط على الحروف. بعض الأحيان حتى أنه يعني يوجه رسائل واضحة ومحددة لجماهير أو في ردوده لغير الهلاليين. في تغريدات اليوم حقيقة لمتابعتنا إياها يمكن نقسمها على ثلاث أقسام. القسم الأول هو يتحدث عن تجارب اللاعبين ومدى النقد الذي يوجه للإدارة مثلا بخياراتها. الأمر الثاني يتحدث عن طمأنة الجمهور الهلالي فيما يتعلق بتعاقدات المقبلة قادمة أو القادمة، والأمر الثالث هو يتعلق أو ببعض الردود بينه وبين ممكن الإعلاميين أو الصحفيين. أنا حقيقة أحيي في الأمير عبد الرحمن تواجده في موقع التواصل الاجتماعي، هذا أمر مهم. ومثل ما قال الأمير عبد الرحمن يعني أنه بعض الجمهور مثلا ينتقد أو بعض الإعلاميين ينتقدون، وحط عنوان مثير جدا أنه بعد تواضع مستوى من في الدوري السعودي من كان يتجه للدوري الإنجليزي، يعني في نقد بليغ. لكن أنا أيضا أتمنى منا يعني شخصيا، وهو الشخص الذي يعودنا دائما على الترحيب بالرأي والرأي الآخر، وكل رؤساء الأندية أيضا أن يستمعوا بصدر رحب حقيقة لكل الآراء التي تنتقد يعني خيارات أو يعني قرارات أو أعمال إداراتهم. هل يعني يبدو البرازيلي مناسب للهلال في هذا التوقيت؟ والله إذا أنا شف أحمل في هذا الجانب تحديدا رأيين يمكن يكاد يكون متناقضين. أعطنا رأي يعني واحد. طيب أنت اختار. الرأي الأول إذا قلت أمس أنت لاحظتك تقول في البرنامج أنه لعب لي 12 تقريبا نادي هذا اللاعب، هي إيجابية وسلبية في نفس الوقت. إيجابية أنه الرجل يعني زامل العديد من اللاعبين في خط الدفاع، لعب في أكثر من نادي، معناته عنده قابلية أنه يتكيف مع كل الظروف. إذا قسناها بأنه في لاعبين حتى سعوديين، أول من أمس أسمع طارق النوفل يتحدث عن مختار فلاتة، يقول مختار للشبابيين أنتوا كيف متحملين تعيشون في الرياض مثلا. شوف لاعب يعني جاء من مكة أو من جدة أو منطقة الغربية يمكن ما لم يتأقلم مع الرياض، فما بالك بلعب أجنبي. من كان يتحدث أيضا لوسائل الإعلام الفرنسية أنه لم أتأقلم في الرياض. هذا جانب يدعو للتفاؤل بالنسبة للاعب أو المدافع البرازيلي. تعدد الأندية ممكن أنه يكون جانب إيجابي. وفي في الجانب الآخر والمناقض أنه أنت تغير أكثر من نادي في ظرف، يعني أنت بديت مثلا من متى تحترف وعمر 31، متى بدأ الاحتراف تقريبا في كل سنة مثلا يغير نادي، هذا قد يكون أمر سلبي. وأنت اختار بندر.
طبعا يمكن ابو يوسف تحدث عن ال 12 نادي، يمكن هذا ايضا ترجع لمحمد حسين لعب 12 نادي في خارج البحرين، يمكن ايضا لا حسين ما تكلمت، انا تكلمت عن مستوى، انا احصر مستوى فقط، كل جيد يعني انه يستطيع انه يتاقلم 12 نادي مثلها خارج البحرين، اتكلم عن مستوى بندر فقط. طيب فيما طبعا فيما يخص التواصل الامير عبد الرحمن بن مساعد، طبعا امر جيد انه يكون فيه تواصل مع الاعلاميين مع الجماهير، طبعا يمكن التواصل هذا الان يختصر على خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لكن امر جيد انه يعني يتواصل يوضح بعض الامور. طبعا الامير عبد الرحمن سعد طلع في او خرج في اكثر مناسبه تحدث انه في يوم 29 ديسمبر سيعطي المدرب راي نهائي حول اللاعبين سواء المحليين او الاجانب رحيلهم او بقائهم، لكن بالتاكيد الظروف تتغير كما ذكرنا قبل قليل انه محمد حسين فجاه خرج على السطح واصبح الان مطلب او موجود في النصر، ايضا خالد شرحيلي يعني لم يكن في حسابات الفريق الهلالي انه مثلا سيتم ايقافه، فلذلك ايضا بحث عن بديل له ابراهيم زايد. طبعا في ما يخص اللاعبين الاجانب نتحدث انه في قرار للاتحاد السعودي لكره القدم بالسماح للانديه بالتعاقد مع 6 لاعبين واستثمار 2. طيب. فاذا في شيء جديد حدث جعل الاداره الهلاليه تفكر في التعاقد مع اوزاي او خلافه، لانه في فتره سابقه او قبل عده ايام لن تستطيع التعاقد مع اوزاي الا من خلال التفريط بهرماش او انهاء عقده، والان يسمح لها التعاقد مع اوزاي والابقاء على هرماش ان لم تجد له عرض ستبقي عليه، او اذا وصل له عرض خلال الايام القادمه بالتاكيد سيرحل. فعندما تتغير الظروف ايضا تتغير مثلا المعطيات او تتغير الخيارات. طيب هذا في ما يخص اللاعب القادم للهلال، وايضا حديث رئيس مجلس اداره نادي الهلال عن هذا الجانب. في اخر ما يمكن ان ننقله من اخبار عن الانتقالات وهي الحديث الابرز خلال هذه الايام باعتبار ان نقترب من نهايه اغلاق الفتره الشتويه، يبدو ان حسن الراهب مهاجم نجران اقترب بشكل كبير او انه سيوقع في اللحظات القادمه لنادي الاتفاق، بالتالي يصبح اتفاقيا. فيما ايضا عرفنا من مصادر اتفاقيه ان احد اللاعبين وهو برازيلي سيكون قادم خلال اليومين القادمين لنادي الاتفاق لاجراء الفحوصات والتوقيع للفريق الاتفاقي. حسن الراهب كان قد لعب للاهلي، انتقل لنجران، قدم مستويات مميزه في نجران، ثم تحول كان واحد من الخيارات المهمه للاتفاق وبات اتفاقيا وفقا لمصادرنا الخاصه وسيوقع مع الاتفاق. سريعا سامي، خيار جيد بعد فيما يبدو تعويضا ليوسف السالم. اكيد ما في شك، هو طبعا العمل الاتفاقي الان جاري على تعويض يوسف السالم، الفراغ الهجومي ايضا يعني عدم مثلا قناعه المدرب بصفه كامله او بنسبه كامله باداء صالح مثلا بشير، ما في شك هو يعتبر خيار مناسب. مستوى حسن راهب في الآونة الأخيرة في آخر مراحل وكان مع الأهلي عندما يشارك كان احتياطيا وكان يشارك كان يحدث فارق، مع النجران كان علامة فارقة في خط الهجوم. حقيقة مثل هذا اللاعب أتمنى، يعني هو على فكرة عندما كان يلعب في الخليج كان التفاوض معه أولا مع نادي الاتفاق. سنذهب إلى فاصل بعده نعود للجزء الثاني من برنامج الملعب وفيه نتابع. الأهلي يمتع محبيه وعشاقه بانتصار جديد. والشباب بثلاثية يضاعف جراح الوحدة. أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج الملعب، ورحب بضيفي الكريمين بندر الرشود وسامي اليوسف، أهلا وسهلا بكما. في الجولة 17 لدوري زين للمحترفين اليوم حضرت الأهداف وحضرت المتعة في مواجهات ثلاث، الأولى كانت قد جمعت هجر والأهلي، انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. نتابع. حقق الأهلي فوزا مستحق على نظيره هجر بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 17 من دوري زين السعودي للمحترفين،
تركي الخضير يعلن انطلاقة المباراة والتي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية. الهجر في مباراة اليوم يدخل طارق يحيى بتشكيل مكون. سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول وفرض شخصيته وسط الميدان في ظل أغلق الفريق الهجراوي المنافذ الخلفية. بالومينو يرسل كرة صاروخية من مسافة بعيدة لتسكن الشباك الهجراوية عند الدقيقة 11 بصناعة نجم المباراة مصطفى بصاص. بالومينو فاجأ الجميع، فاجأ حارس المرمى، لعبها بزاوية مخادعة يتحملها منصور النجعي، هدف أول للراقي، هدف أول للإمبراطور. مصطفى بصاص يستقبل تمريرة من عماد الحسني ليسدد كرة صاروخية سكنت مرمى النجعي عند الدقيقة 28. فيصل الجمعان يقلص الفارق باستغلال عرضية زميله أيمن عبد العزيز وبارتقاء مميز ليودع الكرة في المرمى الأهلاوي عند الدقيقة 37. يعيد نغمة هجر، يعيد نقطة على السطر. مصطفى بصاص يواصل تألقه باللقاء ويزور مرمى النجعي للمرة الثانية بتسديدة قوية عند الدقيقة 44 ليطلق بعدها الحكم نهاية الشوط الأول. انطلاقة الشوط الثاني بحضور أهلاوي متوسط ومنطقية من خلال نتيجة الشوط الأول. عيسى المحياني يختم مسلسل الأهداف الأهلاوية عندما انفرد بالنجعي ليسكنها بثقة كبيرة بالشباك الهجراوية عند الدقيقة 89 ليعلن تركي الخضير نهاية المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة قافزا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد هجر على النقطة 14 ليعود إلى المركز 13. ألف ألف مبروك للأهلي، حظا وافرا لفريق هجر في المباريات القادمة. كيف تحدث اللاعبون من الجانبين؟ نتابع ماذا قالوا عن النتيجة، عن المباراة وعن سيرها. فريق هجر فريق كويس، ولكن نحن يمكن كنا مستحوذين على الملعب أكثر وما أعطيناهم فرصة إنه يظهروا. بدأنا بنعمل عملية الضغط عليهم في نص ملعبهم، عندهم محاولات، كانت في بعض المحاولات، ولكن كان الأهلي أفضل في انتشاره في الملعب، في تناقل الكرة، في لياقة اللاعبة. فريق هجر عادة تغير أسلوب لعبه، نحن كنا مصورين يلعب، هو عادة كان يلعب بيقفل وبيلعب على الكرة المرتدة، لكن الظاهر تغير التدريب عندهم، تغير المدرب وبدأ يلعب على طريقة إنه فتح الملعب أكثر، ما بيعمل عملية إكفال المناطق الخلفية واللعب على المرتد. فنحن قدرنا نتخلل من المساحات اللي موجودة في دفاعاته. الحمد لله على كل حال، يعني الأهلي قدر يسير المباراة زي ما يبغى، مستوى ونتيجة اليوم يمكن من أسوأ المباريات اللي لعبناها، بس عاد يعني فريق زي الأهلي يعني فريق قوي وخبرة لاعبيه ومحترفين، ويعني قدر ياخذ اللي يبغاه من المباراة. والله عارف الكل يتحمل بغض النظر على أهدافه وكذا، الكل يتحمل، يعني ممكن أنا سأت توقيت في الهدف الأول، لكن الكل يتحمل، يعني النتيجة هجر حيخسر، ما حيقولوا منصور خسر ولا الدفاع خسر لحاله، لكن إن شاء الله الفترة الجاية نقدر نصلح الأخطاء اللي وقعنا فيها اليوم. كمان يعني المحترفين الجدد يعني اليوم أول مباراة لهم تقريبا مع الفريق، يعني إن شاء الله مع التجانس المباريات الجاية وكذا إن شاء الله إنه الفترة الجاية تكون أحسن بإذن الله. ألف مبروك للجمهور اللي حضر اللي ساندنا في كل مباراة، هارد لك الفريق الهجراوي. يعني زي ما قلت لك من ده، يعني صراحة أنا من مباراة النص اللعبة طرف يمين في النص، فعايد يعني ما أحس خانة صعب ولا حاجة، الحمد لله توفقت اليوم سجلت هدفين. يعني زي ما أنت قلت إن البداية مش جميلة فعلا، إن أنت بتخسر على ملعبك 4-1. يعني فريق الأهلي منظمين عننا شوية أكتر كتير، يمكن إحنا برضو لسه جايين بقالنا 4-5 أيام، فإحنا مش منسجمين أوي مع اللعيبة، لكن ده برضه ما يعفناش من المسؤوليه ان احنا خسرنا 4-1 في ملعبنا بنتيجه كبيره. مبارك للنادي الاهلي وبس، وبنستعد لمباراه اتحاد جده الجايه ان شاء الله، يمكن لازم باي شكل من الاشكال نخرج بنتيجه افضل من كده ان شاء الله.
إذن هذه الأحاديث جاءت بعد المباراة. بندر، يبدو الأهلي من مباراة لأخرى يقدم عروض ليست فقط للفوز إنما أيضا ممتعة. شوف خالد، أعتقد أنها ثلاث نقاط مهمة تضاف لثلاث نقاط أهم حققها الأهلي مساء الاثنين الماضي أمام النصر. طبعا الأهلي استطاع أنه خلال ثلاث مباريات استطاع أنه يحصد العلامة الكاملة 9 نقاط، عندما فاز على الشباب بهدف ومن ثم فاز على النصر وانتصر اليوم على هجر. أعتقد أنه أيضا الفريق وصل ل 28 نقطة، استطاع الآن يمكن بشكل مؤقت في ظل النصر لديه غد المباراة أنه يقفز للمركز الرابع. أعتقد أيضا أنه وجود الكولومبي بلامينو في وسط الملعب أو في محور ارتكاز نظم صفوف الفريق الأهلاوي، أيضا يحسب الأمر للنجم الصاعد مصطفى بصاص حقيقة من خلال مباراة النصر الماضية أو حتى في هذه المباراة، سواء من خلال تحركاته ومن خلال أداءه داخل الملعب ومن خلال أيضا تسجيله للأهداف، استطاع أنه يعمل فارق للفريق الأهلاوي. بالطبع طبعا هجر لم يقدم المستوى المأمول، شاهدنا الكثير من الأخطاء سواء على مستوى التكتيك أو أيضا حتى أخطاء يعني فردية. أنا متحدث أيضا عن الحارس منصور النجعي، ربما ساهم في هذه الأخطاء من خلال يعني السماح بهدف الأول وهو الذي كان يعني بوابة لمزيد من الأهداف. أعتقد أن أيضا الأهلي لديه مباراة قوية الأسبوع القادم أمام فريق الفتح الأحد المقبل، متى ما استطاع أنه يتجاوز فريق الفتح أعتقد أنه الأهلي سيتحسن مركزه في التدريب أو في الترتيب الدوري، وكذلك أيضا سيقدم مستويات جيدة خلال المستحققات القادمة. سامي، أنا أتصور أنه الأهلي يعني عالج أموره الفنية إداريا، كانت الإدارة ممتازة جدا في نقدها للمدرب، كان أشبه بالصدمة مباشرة بعد المباراة من رئيس النادي الأمير فهد بن خالد. الالتفاتة الجماهيرية، أنا معجب جدا بجمهور الأهلي، يسهم ويوفر أجواء مناخية للإدارة لكي تتخذ القرار وكذلك للاعبين والجهاز الفني. انتقادات يعني يمتصها مثل هذا الجمهور لا يشكل جانب سلبي أو دعم سلبي للفريق أو معول مثلا هدم لنجاحات فريق. عالج الأمور الفنية السيد ياروليم خصوصا في الجهة اليمنى، لاحظنا اليوم كيف أثر مشاركة بصاص في الجهة اليمنى وأيضا في مباراة النصر، لاحظنا أمور فنية كثيرة يعني أسهمت في الفوز الأهلي في المباريتين. استقراره على تشكيل، وهو اللي كان في السابق ننتقد هذا المدرب وحتى المحللين كانوا ينتقدون المدرب بتغييراته المستمرة في التشكيل عدم الاستقرار. الاستقرار يوفر أيضا الجانب فني مهم. بالنسبة لهجر، أنا أتصور ثلاث أمور كانت مفصلية في خسارته اليوم. الشوط الأول حدثت، المدرب صرح فيها أنه في 4 لاعبين من التشكيلة الأساسية كان في عندهم ضرب كبير خلال المباراة، لا روح قتالية ولا حماس ولا تأدية المطلوب منهم مثل ما كان في التمارين. الهدف المبكر في دقيقة أعتقد 11 كان مؤثر جدا على الأهلي من خطأ من حارس. الإصابة المبكرة أيضا التي تم استبدال فيها اللاعب الغير محظوظ حقيقة فيصل الدوسري أيضا كانت كلها أمور مؤثرة. عدم الانسجام الكافي للخط الدفاع وهو الجانب المهم بعد مشاركة اللاعب المصري الجديد أيضا كانت من الأمور المهمة والمؤثرة سلبا. هذا فيما يخص مباراة الهجر والأهلي. في الجانب الآخر، الشباب نجح أيضا في الفوز على الوحدة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الشباب سير المباراة كيفما أراد في المواجهة التي نزف فيها الوحدويون المزيد من النقاط. عبدالله الجمهور يقرأ لنا ويقلب أجواء المباراة وأوراقها كيف سارت. تغير أداء الوحدة لكن نتائجه لم تتغير. فقد منى مرماه بثلاثية شبابية عصر اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، رغم أنه كان بإمكانه التعادل على أقل تقدير. ثلاثية واصل بها الشباب الركض خلف ثنائي المقدمة وفاز بأقل مجهود بعد أن أراح ميشيل برودوم أوراقه الرابحة، ولولا إصابة عبد المجيد الرويلي لبقي مارسيلو على مقاعد الاحتياط. وبنزول تغيرت أحوال المباراة الرتيبة، وأحرز نايف القاضي أول الأهداف برأسية متقنة لركلة الحرة مباشرة من كاماتشو. الله يا سلام، كرة حلوة من نايف قاضي المدرب.
يدافع الجلاد نايف قاضي. في مطلع الشوط الثاني أمسك الوحدة بزمام المباراة وشن الفريق سلسلة من الهجمات على مرمى وليد عبد الله الذي واجه امتحانا صعبا للحفاظ على مرمى خاليا من الأهداف. وفي الدقيقة 67 كاماتشو يستغل غفوة الدفاع الوحداوي ويمرر الكرة إلى سيباستيان تقالي ويضعها في مرمى الوحدة معلنة الهدف الثاني. الهدف رقم 11 لتيغالي في مجموعة أهدافه في دوري الزين. هذه العادة لما اللعبة تقدم فيها على طول بيلمسها لمسة واحدة على طول بيحطها في زاوية بعيدة. شوف وبعد 8 دقائق وبنفس السيناريو واستغلال الأخطاء الوحداوية تقالي يعود من جديد ويحرز الهدف الثالث للشباب والثاني عشر في رصيده ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافين زين. الناس ما يصيدون وما صاب سهم صياد تيغالي قرصة تيغالي قرصة تيغالي صادها تيغالي. ولكن الرد كان سريعا وبعد دقيقتين الوحدة يسجل هدف حفظ ماء الوجه جاء عن طريق علي مدخلي برأسية وضعها في الشباك الشبابي. علي مدخلي اللي عمل ربشة علي مدخلي بالفعل. الدقائق الأخيرة حاول فيها الشبابيون إحراز هدف من رابع بهجمات خطرة على مرمى الوحدة ولكن صافرة حكم المباراة أعلنت فوز فريق الشباب بثلاثة أهداف لهدف وبهذه النتيجة يصل الشباب إلى النقطة 35 في المركز الثالث. أما الفريق الوحداوي يستمر متذيل الترتيب بنقطتين فقط. ألف مبروك للشباب حظا وافرا لفريق الوحدة. الشباب بهذا في المركز الثالث 35 نقطة ثلاث نقاط بينه وبين الهلال الذي سيلعب يوم غد مع الاتفاق. كيف نظر اللاعبون للمباراة وتحدثوا عنها وعن سيرها نتابع. هارلك الوحدة مبروك الشباب. زي ما قلت كل يعرف يمكن توقفه اللي يعني ضر الفريق ورتم الفريق لكن الحمد لله يعني كل شاهد يعني كان معسكر العين كان في تصحيح كان في اغلاط يعني في 2012 الحين 2013 باذن الله نكون يعني الفتره هذه يكون الشباب غير باذن الله. الكل يعرف يعني توقفه يمكن اللي يعني تعب الفريق رتم الفريق شوي لكن الحمد لله الكل شاهد يمكن الشوط الاول الشوط الثاني طبيعي انك انت الفريق الوحده فمهزوم طبيعي انه بيهاجمك لكن الحمد لله توفقنا واخذنا ثلاث نقاط. انا بالعكس يمكن اخوي عبد الرحمن يمكن انت بتوصل الكلمه توجهها لي انا راح اقول لك يعني يمكن الفتره اللي راحت يعني يمكن العالم يقولون وليد 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 انا اقول لك يعني طبيعي اللي قاعد يصير للوليد طبيعي بس انا اقول لك صدقني انا ما دامني انا قاعد العب وقاعد اذا طبيعي ان في اغلاط لكن انا الاغلاط هذه انها ما تتكرر معي في المستقبل. والله اول شيء الحمد لله على كل حال مبروك لنادي الشباب نادي كبير ما يحتاج ان نتكلم عن الشباب وبتكلم عن فريق الوحده الحمد لله انت بتقول قدمنا اداء الشوط الثاني. انا اشوف حاليا انه ما المستوى مهما يكون ما حنقدم شيء لو تلعب من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره انت احسن وفاز الشباب ما حيفيد هي 10 مباريات تكون او لا تكون يعني هجر سمعت انه انهزم من الاهلي يعني ممكن لو فزنا اليوم كان الامل كان شويه احسن بس في النهايه هذه كره القدم يعني الحمد لله على كل حال ان شاء الله نقدر نقدم شيء للجمهور الوحداوي صراحه اللي لازم علينا نقدم له شيء كثير انه ما قصر معنا بصراحه ابدا. ما انا الكابتن ناصر لاعب كبير ولاعب ولا في ابشر كان الحمد لله طمنكم طمن جميع المشاهدين ما في اي شيء يعني بهالامور لكن قد يمكن الوقت ما اسعف المدرب قد يرى انه لفك وجهه نظر معينه التي حتى يمكن تسال المدرب ليش اخترت هالنقطه. سألت قال هذا انا ما حد له شغل هذه خطتي وانا العب باللي ابغى. اذا تحترم وتقدر وجهه نظر المدرب. في شيء جبروف باقي راحل والله هذا نشخلها الايام لسه باقي فتره لكن جبروف الله يهديه ما زال شوي معنت شوي ان شاء الله الله يسر امره ان شاء الله. هذه الحديث من الجانبين يمكن الحديث الأخير للأستاذ عبد الله القريني عن ناصر الشمراني أن كان بديلا وجبروف تحدث عنه في اللحظة الأخيرة. على أي حال تحدث عن الشباب كان ولا زال ربما يعيش مرحلة تراجع عدم ثبات في مستوياته اليوم ينجح في الفوز بداية جديدة ربما للشباب. والله طبعا ما في شك أنه يعني الشباب
باعتراف المدرب وسيد برودوم أنه اختلف عن شباب الموسم الماضي، وأرجع هذا الأمر إلى اللاعبين أنفسهم. لاحظنا يعني حتى في مسألة التركيز للاعبي الفريق الشبابي في كثير من المباريات لا يكون كاملا، ويتأثر الفريق حتى في النتائج يعني. ولاحظنا أيضا كيف أثرت مشكلة الدفاع على أداء الفريق، ولاحظنا أيضا في بعض الأمور حديث عن أمور خارج المستطيل الأخضر تحكم علاقة المدرب ببعض اللاعبين، ولاحظنا أيضا أو تردت أنباء أنه مشكلة المستحقات المالية كانت تؤثر حتى على اللاعبين، لاحظنا في كيفية طريقة الفرحة في بعض الأحيان. لكن عموما يظل الفريق الشبابي فريق كبير ولديه مدرب كبير جدا وإدارة ناجحة. اليوم الفريق كان منظم أفضل وكان مهيئ أفضل للفوز من الوحدة، ولاحظت أنا أنه الفارق حدث بعد مشاركة كاماتشو. كاماتشو كان خلف الهدف الأول وخلف الهدف الثاني، يثبت دوما أنه صانع لعب مميز، يحدث الفارق بالنسبة لفريق الشباب. طيب بندر، لا أعرف أن كان لك تعليق أولا على المباراة إجمالا، وأيضا حديث الأستاذ عبدالله حول تيغالي أنه لازال ربما يكون في خيار أن يغادر. طيب نشوف أبو خالد، أعتقد أن الشباب قابل فريق مستسلم فريق الوحدة. صحيح أن الوحدة خلال فترة انتقالات الشتوية وما قبلها عمل من خلال التعاقد مع بعض العناصر الأجنبية كريتشي البرازيلي أو أحمد الشربيني، ولكن أيضا في المقابل هو استغنى عن خدمات مهند عسيري. يعني في تأكيد أن الفريق يعني يمضي إلى مصاف الدرجة الأولى. الفريق الشبابي حقيقة يعني قدم مباراة جيدة، استطاع أنه يتسيد المباراة، يسجل هدف مهم في الشوط الأول، أربك الفريق الوحداوي، أحبط الفريق الوحداوي في هذه المباراة. بالتأكيد أيضا الشباب يصل للنقطة 35، أعتقد أنه أيضا بدأ يفكر أيضا في جديا في المنافسة على لقب الدوري، في ظل أنه يعني أي تعثر للهلال أو الفتح مستقبلا سيكون الشباب حاضر في مركز متقدم. طبعا بالنسبة لتيغالي وإمكانية رحيلة، نعرف أنه تبقى على فترة التسجيل 6 أيام، في ظل أيضا القرار الجديد اللي تحدثنا عنه، ممكن أي فريق أنه يقوم يستفيد يقوم بالتعاقد مع عنصر أجنبي حتى لو كان اللاعب الأجنبي موجود لديه، لا داعي أنه يجري معه مخالصة كما كان في السابق. مع ذلك تيغالي جيد ويقدم مستويات جيدة، واليوم برهن على هذا من خلال تسجيل هدفين هامين في هذه المباراة. طيب هذا في ما يخص الشباب. الوحدة أيضا ردة الفعل كيف جاءت بعد المباراة وبعد فوز الشباب؟ نتابع. نحمد الله ونشكره، فزنا. المستوى والله ما هو لذاك الدرجة، في بعض الأخطاء، لكن أهم شيء الفوز، هذا اللي نحن نسعى له. الحمد لله 3 نقاط هي أهم شيء. لا والله اليوم متحسنين كثير، يعني حتى من ناحية الروح فرقت عن المباراة اللي راحت. بس وليد عبد الله لو شوي يركز في الطلعات، هنا المشكلة، ولا الفريق كله ما عليه كلام. لا بالعكس والله تيغالي ما قصر، أشوف أن غياب اليوم أفضل الفريق كله، يعني عشان يعرفون أن حتى نجم الفريق يتعاقب. الأول شيء الحمد لله الشكل على الفوز، وما قصروا اللعيبة، أدوا في الملعب، وبس كانت فيه أخطاء في الدفاع، وممكن خاطر وليد عبد الله الأخطاء متكررة اللي كل مباراة تكرر. لابد أن برودوم يشوف له أي حل، إيسا دكة بدلاء زينا ما جلس ناصر اليوم، وإن شاء الله استفيد من أخطاء بعد قادم إن شاء الله. والله راضي عن برودوم صراحة أكثر من المستوى، لأنه عرف يعطي صاحب الحق حقه، يعني في غلطات تصير في التمارين وفي النادي. الآن حسين البرودون منصف وحازم، وهذا حنا اللي نبيه، نخسر لاعب نخسر نجم لكن نكسب فريق، هذا اللي يهمنا. والآن بداية التصحيح أنا أشوفه. الحمد لله مستوى اليوم الفريق يختلف عن قبل التوقف، وإن شاء الله نبدأ التصحيح، يعني بالتكتيك 4-5-1 أفضل من 4-4-2، إن شاء الله نبدأ التصحيح. لكن عندي ملاحظة على وليد عبد الله اعطينا فرصتين ثلاث صراحه، حارس كل مباراه من مباراه اسوء الى اسوء. اتمنى ان حسين شيعان ياخذ فرصه. وما انسى اشكر رابطه الاعضاء الداعمين لدعمهم للمدرج الشبابي، وبأضع يعني باحلى صوره يعني بالتيشيرتات، يعني الحمد لله.
والله الحمد لله. اول شيء الحمد لله مبروك لكل الشبابيين الفوز اليوم. ما ندور على بعد توقف الدوري المستوى، ما ندور على المستوى، الاهم شيء النتيجه، اهم شيء ثلاث نقاط، ولكن المستوى فيه علامات استفهام من بدايه الدوري على المستوى، لكن ان شاء الله بدايه تصحيح. اليوم شفنا برودوم يعني زاج باللعيبه الشابين، ان شاء الله ان شاء الله بدايه تصحيح لنا. ناصر الشمراني يعني ان شاء الله نقول نتمناه المباريات يكون افضل ويرجع لمستواه اول. ورساله لك يا ناصر، احنا نحبك يا ناصر، وجمهور الشباب هو اللي رفعك فوق يا ناصر، وجمهور الشباب اللي رجعك لمستواك، وجمهور الشباب لكل شيء لابو علي. ابو علي احنا ما يا ناصر نوجه رساله محبين لك يا ناصر، جمهورك يعني قصيت عليهم يا ناصر، قصيت على جمهورك، لكن ان شاء الله نقول بدايه تصحيح. وبرودوم وبرودوم ان شاء الله بدا يصحح اموره باذن الله. الشبابيون المحتفون بفريقهم والمنتقدون لحارس المرمى طبعا وليد عبد الله، يعني اجماع اولا بالاستحقاق والفرحه بالفوز، ولكن النقطه الاساسيه وهي المهمه كانت نقد واضح للمستويات الكابتن وليد. حتى وليد يعني من خلال تصريحه مع القناه الرياضيه اكد انه مستوى يعني يتراجع. احنا لاحظنا حقيقه وليد يعني يلزم ان تركيز عالي. صحيح. اكبر من كذا انا اعتقد انه لابد يكون في روح منافسه في الفريق كما حدثت في الهلال، تطور من مستويات وليد وتحسن أداءه. في نقطة مهمة أنا أتمنى أن ينتبه لها الأستاذ خالد الوطان وهو الرئيس المجتهد ويعني يبذل قصارى جهده حقيقة، أنه الاهتمام أكثر بقطاع الفئات السنية. الفئات السنية في الشباب لم تعد تقدم يعني المواهب أو اللاعبين الذين يغذون المستقبل الشبابي في الفريق الأول، والدليل أنه يعتمد على صفقات انتقالات اللاعبين. بالضبط، يعني إحنا لاحظنا مثلا أندية الهلال، الأهلي، الاتحاد تقدم خلال المواسم الحالي أو المواسم التي قبلها مجموعة من اللاعبين الشباب. لاحظ الشباب الآن يعني لم نلحظ، يمكن السنة هذه سوى لاعب واحد فقط يمكن يعني. على أي حال، على أي حال في جانب آخر، وفي المباراة الثالثة التي جرت اليوم، أحمد العجلاني المدرب العائد للدوري السعودي نجح في اختباره الأول أمام نجران، قاد الشعلة اليوم للفوز على نجران بهدفين مقابل هدف واحد. بندر الشويعر يكلم في أوراق المباراة. استقبلت منطقة نجران أبناء محافظة الخرج للمواجهة الرابعة في الجولة 17 من دوري زين في لقاء عربي تونسي خالص بين خميس العبيدي وأحمد العجلاني وفي قيادة دفة التحكيم صالح الهدلول. جاء الشوط الأول في بدايته بهجمات متبادلة لكلا الفريقين لم تثبر بشيء سوى جس نبض من كلا الطرفين. بعد ذلك توالى الضغط من الضيوف على مرمى أصحاب الأرض والجمهور، وبعد هجمات متكررة ومتزايدة أثمرت هجمة للمتألق مسفر البيشي عند الدقيقة 16 لتصبح النتيجة هدف لصالح الشعلة لا شيء لنجران. بعدها تواصل الضغط المستمر للشعلة وتراجع واضح من قبل نجران، الشوط الثاني استفاق نجران من غفوته التي ظهر بها الشوط الأول واستمر في الضغط على الشعلة للبحث عن هدف التعادل. عند الدقيقة 50 ارتقى فريد شكلان في كرة عرضية كانت ستحدث الفرح في الأوساط النجرانية، لكنها وجدت خالد ناصر حارس الشعلة في المرصاد. هجمات تلو الهجمات من نجران لكن دون جدوى. الدقيقة 61 خطأ قريب من خط 18 لصالح نجران، تقدم لها اللاعب حمزة الدردور ووضعها بشكل رائع، فجرت الفرحة في نجران لتصبح النتيجة تعادل لكلا الطرفين. بعد
بعد ذلك تحسن الفريق النجراني وبدأ بالضغط على ملعب الشعلة بهجمات خطيرة كانت كفيلة بتسجيل هدف التقدم إلا أنها أهدرت. توالت بعدها الهجمات الضائعة لكلا الفريقين إلى أن جاءت مرتدة لصالح الشعلة، استغلها المهاجم حسن الطير عند الدقيقة 78 وسجل من خلال التقدم لصالح أبناء الخرج لتصبح النتيجة هدفين للشعلة مقابل هدف للنجران. بعد ذلك أطلق صالح الهذر وصافرة النهاية لتعلن نجاح أول اختبار لأحمد العجلاني وحصده للنقاط الثلاث. لبرنامج الملعب بندر الشوير. ألف مبروك لشعلة، حظا وافرا لفريق نجران. ومؤكد الحديث على اللاعبين بعد المباراة، كيف قيموا الأداء، كيف قيموا سير المباراة وأوضاعها، وكيف سارت في النهاية لمصلحة الشعلة دون نجران. نتابع. قبل يومين جينا معسكر أبو ظبي، أعتقد أنه يعني ممكن اليوم كان حل علينا التعب، وإن شاء الله أنه راح نقدم مستويات أحسن، إن شاء الله تكون هاي يعني معبر إنه نقول خيرها بغيرها، إن شاء الله راح نقدم مستوى أحسن مباريات الجاية إن شاء الله. تركيز عالي، الحمد لله قدرنا ننهي الشوط الأول بالتقدم بهدف. الشوط الثاني يعني نقول الشوط الثاني ما في تركيز عالي. لا، الشوط الثاني كان في تركيز بس كنا نميل الدفاع أكثر، كنا نبغى نحافظ خصوصا أول ربع ساعة في المباراة. الحمد لله حفظنا، بس ما أدري ممكن لما جاب نجران الهدف التعادل بدأ الفريق يطلع من جديد، والحمد لله قدر لاعبنا حسن الطير إن شاء الله إنه يحرز الهدف الثاني، والحمد لله على كل حال، والحمد لله على الفوز أهم شيء. لا أنا ما كنت أبغى، تعرف المكافأة عندنا الرسمية 3000، تعرف إحنا دائما دبلها 6000، بس يوم اللي جاب الهدف حسن الطير وقال 10، قلت ما رجع كلمته 10، وأنا بعد يعني بعد ما أقول 10 أقول يا رب يسهلها وتهونها قبل ما أوصل تجينا 10. شلون 10 في 20 احسبها ناظر كم شخص. لكن أنا حسيت إن يعني الموضوع دخل يعني مع الفرحة وافقت على 10، لكن أعضاء الشرف هل مستعدين لدفع هذا المبلغ؟ والله إن شاء الله هم موعديني وقفة صادقة، إن شاء الله موعديني خير، وإن شاء الله بإذن الله إدارة نادي الشعلة وأعضاء الشرف محبين النادي حيوقفون مع النادي بإذن الله. أنا أقول لك حاجة واحدة، إلى الحين ما يعني الغاء، ما في الغاء، ثلاث شهور يا معليش، نحاول إحنا وإن شاء الله بنتكفل لما يروح لأهله سالم، لو يقعد سنتين على حساب نادي الشعلة بإذن الله ما يروح إلا يعني لأهله إلا سالم، لو يقعد سنين عندنا ما في مشكلة. رئيس فريق الشعلة الأستاذ فهد الطفيل مبديا سعادته، لكن حيرته من أن يدفع 200,000 ريال كمكافأة للاعبين. الله يعينه صراحة أبو عبد الله، يعني شكله شوي ورط نفسه يعني، بل يعني 200,000 يعني حقيقة. أنا أول شيء أبارك طبعا للشعلة، كانت ظروفهم صعبة، 4 لاعبين في القطاع العسكري محترفين، فتاي موقوف، اللاعب الأفريقي الآخر فيليب تعرض لجلطة، يعني ظروف صعبة حقيقة. أنا شخصيا كنت أتوقع التعادل، لكن فاجأونا بالفوز، تركيز عالي على طول الشوطين، روح قتالية. أنا أتصور أنه نجران عانى من معاناة الشعلة اللي في مباراة الدور الأول، الدور الأول الشعلاويين لم يقدروا نجران خير تقدير، تعالوا على المباراة كان مع نتائج إيجابية لهم فخسروا، نفس الأمر اليوم على نجران. أنا سعيد بأول فوز للكابتن العزيز والصديق أحمد العجلاني. أتمنى عبر هذا المنبر حقيقة وعبر هذا البرنامج أنه محافظ يعني عفواً أنه رجال المال والأعمال في الخارج، مسؤولي الأمارة أو المحافظة في الخارج، أن يتحركوا إيجابياً لدعم نادي الشعلة ممثل كرة القدم أو الرياضة الخرجوية في دوري زين، أسوة بمحافظات وأمارات المناطق الأخرى، خصوصاً أنه يوم الأحد المقبل حيكون في اجتماع أول هيئة شرف يتم تشكيلها لنادي الشعلة رغم منذ تأسيسه. يعني أتمنى أن يتواكب هذا الاجتماع حقيقة الرسمي والتشكيل الرسمي مع توفير دعم كبير للفريق، خصوصا أنه قاعد يؤدي يعني مستويات ويقدم نتائج مبهرة حقيقة. بندر، أمر محير، رئيس النادي يبدي حيرته في كيف يدفع مكافآت للفوز.
يعني ما بالك بعقود، ما بالك بالتزامات رواتب، يبدو الأمر مزعج جدا. طبعا شوف أبو خالد، الثلاث نقاط مهمة للفريق الشعلة. فريق لديه 14 نقطة ويفوز على فريق النجران. فريق نجران حقيقة اللي كان يعني مهيأ للفوز بشكل كبير، خاصة بعد الدعم المالي اللي وجده فريق نجران، بعد المعسكر الخارجي، بعد تغيير المدرب. هذه معطيات تشير إلى أن نجران متفوق. مع ذلك يأتي الشعلة ويستطيع أن ينتزع الثلاث نقاط. أعتقد أنه طبعا في نشوة الفوز رئيس نادي الشعلة يعني كان يعد اللاعبين بستة آلاف. حسن الطير يقول له 10 وقال له والله ما ترجع. طبعا الآن في إشكالية، طبعا لو أنه إدارة الشعلة ما استطاعت توفر هذا المبلغ قبل، هو يقول أتمنى إذا رجعت حصل بالضبط. يعني في حال أنه إدارة الشعلة لم تستطع أن توفي بهذا الوعد للاعبين، أعتقد ربما يكون عامل سلبي للاعبين قبل المباراة القادمة، لأنه تبقى 9 جولات، كل جولة أهم من الجولة التي يعني بعدها. فلذلك يعني يفترض حقيقة من إدارة الشعلة أنها تسعى بشكل جاد وفوري لتوفير هذا المبلغ حتى لا يكون هناك اختلال، وأيضا عدم الإيفاء بالوعود مع اللاعبين. طيب، على أي حال هذا فيما يخص المباريات التي جرت اليوم، المباريات الثلاث. لدينا تصريح مهم للاعب هجر حسين النجعي، كان قد تحدث بعد المباراة عن أنه تقدم بشكوى سابقة ومستحقات لا زالت له وأنه لم يجد الرد حتى الآن. نتابع. الموضوع يعني اعتقد صار من رمضان اللي راح، يعني من بدايه الموسم رفعت شكوى، خطبت نادي التعاون، خطبت الاتحاد السعودي، يعني صار لي 7 شهور ما تم اي شيء في الموضوع. يعني الاتحاد السعودي اتوقع انهم يعني شكاوي حقتي كلها يحطونها في الدرج، يعني كذا خطاب رفعته. وشلون يعني انا مستغرب ان نادي التعاون يسجلوا لعيبه محترفين وعليهم كذا شكوى ماديه، وانا ذا الاسبوع يعني اذا موكلت اليوم العصر موكل محامي يخاطب الاتحاد السعودي يوم السبت لين يوم الثلاث، ما صار شيء في الموضوع رفعها الفيفا. ما تواصلت معهم احد المسؤولين في نادي التعاون، احد المسؤولين في الاتحاد السعودي، ما في تجاوب معهم؟ التعاون يعني تواصلت معهم في البدايه، والاتحاد السعودي يعني من لي 7 شهور وانا اتواصل معهم، ولا الحين ما صار اي شيء. هذا حديث حسين النجعي لاعب فريق هجر عن حقوق سابقة له لدى التعاون، وتحدث في فترة سابقة أيضا عن هذا الأمر. اليوم الجديد أنه يقول سيلجأ للفيفا في حال أن الأمر لم يتم حسمه يوم الثلاثاء أعتقد، نعم، الأسبوع القادم. تعليقك سامي؟ طبعا شوف، في مشكلة كبيرة حقيقة. يعني أول شيء هو يتحدث اللاعب بأسى وبمرارة، وهذه حقوق حقيقة. يعني يفترض أن الاتحاد السعودي وهو الجهة يعني تمثل مرجعية للنادي واللاعب أن تحسم مثل هذه الأمور ولا تجعلها معلقة. الأمر اللي إحنا قاعدين نعاني منه الآن أنه الاتحاد السعودي أو لجنة الاحتراف على وجه التحديد تعاني من فراغ كبير. رئيس اللجنة كان السيد أحمد عيد أو الأستاذ أحمد عيد، هو الآن رئيس الاتحاد. كان نائب رئيس اللجنة أعتقد علي بدغيش الآن، لا مو علي بدغيش، كان لا يحضرني الآن، وفي بالإضافة إلى طلال الدامري الدكتور ماجد قاروب طبعا ابتعد عن الاتحاد، ومن ثم طلال الدامري. تتكلم عن أي لجنة؟ عن الاحتراف الآن. كلهم أي نعم كلهم ابتعدوا. الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر. صالح بن ناصر كان، لا كان صالح بن ناصر والنائب الأستاذ أحمد عيد. الأستاذ أحمد عيد ثم بعد ذلك يعاني الدكتور صالح بن ناصر صحيا وابتعد. هو ابتعد والأستاذ أحمد عيد ابتعد برئاسة الاتحاد. علي بدغيش الآن، أستاذ علي بدغيش رئيساً الآن للجنة الاحتراف. لا من يدير، لا أنا أستطيع أقول لك الآن بالسؤال وبالمتابعة أنه من يدير اللجنة هو سكرتير اللجنة الأستاذ خالد شكري. وهذه أولاً يعني أمر مهم جداً. يعني لجنة الاحتراف أهم لجنة في الفترة الحالية، في أهم فترة الآن، تعاني من فراغ مهم، وهذا بالتالي يؤثر على يعني حتى سلسلة أو سير أو حتى أعمال تعاقدات أندية في هذه الفترة المهمة. ونلحظ الآن شكاوي للاعبين. مثلا أقول لك نقطة مهمة، يعني أنه مثلا في بعض الأندية ضدها شكاوي حتى وصلت إلى الفيفا من قبل مدربين، يعني سواء مدرب سابق أو لاعب سابق أو وكيل أعمال سابق، إلى الآن لم تحل، وسيوقع النادي عقد. الآن أنت قلت في بداية الحلقة أنه الاتفاق سيوقع مع الراهب أو سيحسم أمره مع الراهب، وأعتقد لاعب برازيلي
في لجنة الاحتراف الآن في شكوى من لاعبين أوقفت مرتباتهم اللي هم سعد الذياب وفهد المبارك، أوقفت مرتباتهم ومع ذلك ممكن الاتفاق يسجل. احنا نرجع لما قالوا في فرق تقدموا بشكوى ولا ما تقدموا بشكوى، انا اقول لك من واقع سعد الذياب سعد الذياب وفهد المبارك. نرجع الكلام اللي تكلم فيه العزيز بندر واكد فيه انه طالما انه ما في انه في يعني شكوى او ما في شكوى انه يسجل النادي، اذا في شكوى توقف كل امور تسجيلات او يعني العقود الاحترافيه بالنسبه للانديه. انا اتساءل هنا بالنسبه لقضيه اللاعبين الحسين النجعي سواء كان لاعب محلي او اجنبي، وحتى قضيه المدرب واقولها تحديدا السيد ماتورانا واللاعب او وكيل اعمال اعتقد لاعب النصر الاجنبي مانسو. نعم بندر، اذا لك تعليق اولا في هذا الامر، احنا عندنا عضو لجنه الاحتراف سيتداخل معنا للحديث عن هذا الجانب. بالتاكيد ان احنا نحتاج حقيقه الى توضيح، لانه لجنه الاحتراف كانت واضحة في هذا الأمر، لابد من خلال إذا رغب نادي في التسجيل لابد أن يكون هناك مسيرات للاعبين تكون مستوفيها كل نادي، بالإضافة إلى أنه لا يكون هناك شكاوي للاعبين. حسين النجعي تحدث بشكل واضح وصريح أنه لديه مشكلة مع نادي التعاون لدى لجنة الاحتراف من شهر رمضان الماضي. يفترض أنه يجب أن يكون هناك إما الإيفاء بمستحقات اللاعب أو تسوية من خلال دفعها في 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 فترة قادمة، يكون الاتفاق هناك يكون اللاعب موافق على هذا الأمر. ولكن في حال أنه اللاعب لم يشعر بحقوقه ما هو مصيرها ومع ذلك يتفاجأ بأنه التعاون يسجل لاعبين، بالتأكيد أنه تثير علامة طيب. استفهام، وكذلك محق اللاعب أنه يعني طيب. يذهب للاتحاد السعودي كخطوة أولى ومن ثم يذهب إلى أبعد حتى من ذلك. حتى نقف على هذا الأمر، على هذا الأمر أرحب بعضو لجنة الاحتراف الأستاذ علي الأحمدي. علي صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير عليك أستاذ رجاء، سامي يوسف الرشود، على السادة المستمعين أهلا وسهلا. مؤكد لعلك تابعت حديث حسين النجعي قبل قليل، أنت عضو لجنة الاحتراف، يقول أن كل الشكاوى اللي تقدم بها سابقا لم يرد عليها وهو ينتظر رد حتى الآن منذ الفترة السابقة، تفضل. والله أول شيء أستاذ رجاء، أول شيء أنا ما سمعت الحديث عند الأستاذ، هو يقول أنه عنده لديه شكوى تقدم بها لمستحقات له عند التعاون. عندي خلفية عن موضوع الكابتن حسين النجعي. أول شيء طبعا أوضح الصورة لكم أستاذ المستمعين والضيوف، طبعا خلال فترة التسجيل الأولى تلقت لجنة الاحتراف احنا عندنا طلبات تسجيل اللاعبين من نادي التعاون في الموسم الرياضي الحالي خلال الفترة الأولى خلال شهر رمضان المبارك. طبعا بعد النظر في ملف نادي التعاون اللي هو عند اللجنة تبين انه في هناك مطالبات مالية مجموعة من اللاعبين ومن بينهم كابتن حسين النجعي. إجراء نظامي، اللجنة أشعرت النادي بذلك كتابيا قلنا عليه إنهاء هذه المطالبات قبل نهاية فترة التسجيل. تم إشعارنا من قبل النادي أنه تم تسوية هذه الطلبات مع اللاعبين. طبعا التسوية تكون في أحد الصور ثلاث، الأولى أنه تخلص موضوع الشكاوى المالية، ثانيا أنه يكون في تزويد اللجنة أنه اللاعب ليس له حق في المطالبة، الثالث أنه يكون في مثلا اتفاق على موعد جديد للطلب. واللي قاموا فيه الاخوان في نادي التعاون انه سلموا اللاعبين مستحقاتهم الماليه حسب ما وصل للجنه بموجب مخالفه ماليه. طبعا اللجنه تستقبل خطابات، تستقبل مستندات. وصلت مخالفه ماليه من نادي التعاون مع اللاعبين بتوقيعهم وايضا وجود بصمتهم من ضمن الكابتن حسين النجعي. كاجراء نظامي هنا انتهت المشكله وتم تزويد او الموافقه على طلب تسجيل لنادي التعاون. بعد فترة تقريبا أسبوع إلى 10 أيام وصلنا خطاب من اللاعب يفيد أنه الشيك كان بدون رصيد. كان في عرض الموضوع بكامله لرئيس الاتحاد الأستاذ أحمد عيد، كان بالتكليف وكان في متابعة وكان في تقديم طلب إلى نادي التعاون بأنه يزودنا بتفويض لجنة الاحتراف بخصم أي مستحقات مالية لنادي التعاون لدى الاتحاد، والإخوان قدموا التفويض وكان في رغبه من اللجنه في التواصل مع اللاعب على اساس انه يراجع الاخوان في اللجنه الماليه في الاتحاد. اللاعب ما له اي عنوان لدى اللجنه وحتى رقم الجوال اللي هو كاتبه في خطابه تبين انه ناقص الرقم تقريبا 9 أو 8 ارقام مسجل.
قام بالاتصال باللجنة هاتفيا وتم إشعاره أنه عليه مراجعة الشؤون المالية في الاتحاد لاستلام مبالغه في حال صدور مبالغ مالية لنادي التعاون، سوف يستلم شيك اللاعب بمستحقاته فقط. طيب علي، يعني تم إبلاغ اللاعب بهذا الأمر؟ تم إبلاغ اللاعب مرتين، مش مرة واحدة، مرتين عند اتصاله على الإخوان في سكرتارية اللجنة. طيب أنت قلت لي أنه ما في، أنه اللاعب إحنا تأخرنا لأنه ما كان عنوانه واضح. لا معروف يلعب في هجر، ترسلون لإدارة هجر مع النادي. أوكي، لا 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 ما نتعامل، إحنا اللاعب أرسل خطاب بصورة شخصية، اللاعب افترض إنه يكون عنده وكيل لاعبين. هو ما عنده وكيل. هو ما عنده خطاب الشكوى وكل شيء، حتى لو كان عنده وكيل لاعبين هو الخطاب أرسل بإنه شخصيا هو. ونفس الشيء الخطاب اللي أرسل للجنة الاحتراف. صحيح. الخطاب اللي أرسل للجنة الاحتراف. صحيح. لم يرسل عن طريق إدارة نادي هجر. علي. أرسل شخصياً. علي أنا معك في هذه النقطة، بس الشيء المهم جداً مثل ما إحنا حريصين على حقوق الأندية لازم نكون حريصين على حقوق اللاعبين. يعني نعرف اللاعب إنه موجود في هجر، ممكن نتواصل مع رئيس النادي ونأخذ رقم اللاعب ونتصل عليه. هذه مسألة أعتقد أنها مهمة، خاصة إنه حتى لا تظهر مثل هذه المطالبات، حتى توضح المسألة من وقت مبكر. لا عفوا استاذ هجر، هو تم اشعار اللاعب اوريدي، انتهت المشكله وتم اشعار اللاعب هاتفيا، تم اشعار اللاعب، ولكن اللاعب مشكلته انه ما جات مستحقات ماليه لنادي التعاون على اساس يخصم المبلغ، ولا راجع هو الشؤون الماليه، مشكلته من لجنه الاحتراف تماما انتهت. طيب علي، يعني بهذا انت وضحت هذه النقطه، انه في اللاعب اداره المحاسبه هي المسؤوله عن هذا، وحقوق اللاعب ستصرف من الإعانة الخاصة بالاحتراف ستحسن منها. صحيح؟ بالضبط بالضبط بالضبط. طيب. أي مطالبات مالية يتحول إلى الشؤون المالية نهاية على طول تنصرف من أي مستحقات للنادي لدى الاتحاد. طيب أسألك، طالما أنت موجود الآن، نحن نقترب من آخر الأيام الخاصة بفترة التسجيل، في أندية لازالت عليها مشكلة في تسجيل لاعبيها؟ والله ما اخفيك استاذ رجب، احنا ما نتكلم عن مشكله نادي بعينه، ولكن اكثر من 5 انديه مقدمه طلبات الحصول على استثناء في موضوع المسيرات. لجنه الاحتراف زي ما تفضلت قبل شوي انه تنظر للموضوع من طرفين، ما تنظر بصوت النادي. النادي صح يقدم طلب تسجيل ويطلب استثناء، احنا نشعر ونقول نجيب له موافقه الطرف الثاني، في حال انه مثلا يوقع موافقه مع 30 لاعب انه ياخروا رواتبهم 2 3 شهور، لجنة الاحتراف ما عندها مشكلة. طيب بس هو اللي يخلص موضوع، لأنه هو عقد احتراف بين طرفين، واللجنة في نفس الوقت مضطرة أنها تتخذ أي إجراء زي ما صار في موضوع نادي الاتحاد. فصل الصورة تقريبا بالشكل الصحيح كابتن الأستاذ الرشود اللي عندك في البندر، وتم جدولة اللاعبين، جدولة الاستحقاقات، في منهم من اللاعبين اللي رفض واستلم مستحقاته، وفي منهم اللي تم جدولة تبدا من شهر 2 افرنجي اللي هو الشهر القادم، مستحقاته ماليه شهر 2 شهر 5 شهر 6، ما ادري الاتحاد انها موضوع كذا. طيب يعني الاتحاد ليس من ال5 اندية اللي انت تحدثت عنها قبل قليل، صحيح؟ لا لا لا، طيب. اتكلم عن الاندية اللي طلبت استثناء في تقديم بند المسيرات. اكثر من 5 اندية ما بين درجة الدوري زين والدرجة الاولى. لكن الدوري زين كم نادي؟ تقريبا 3 إلى 4. طيب اذكرنا هذه الأندية على الأقل احنا نحفزهم انهم يخلصون امورهم ولا يحرجونكم في اخر لحظة. لا احنا شوف استاذ رجع، احنا من ضمن خلال فترة التسجيل الاولى يفترض ان النادي يمشي يقدم خطة مالية معتمدة من حاسب قانوني، بغض النظر لو كان النادي ماشي بناء على خطة المالية اللي هي تثبت مقدرتها تطبيق نظام الاحتراف. نعم. ما اتوقع انه تعرض للي قاعد يتعرضوا له في تاخير رواتب اللاعبين. طيب شكرا. عفوا اذا سمحت لي، لانه استاذ رجع في 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 ماده صريحه في لائحه الاحتراف تقول انه رواتب اللاعبين هي ديون ممتازه ولا يحق تاخيرها. شكرا جزيلا لك علي الاحمدي، عضو لجنه الاحتراف، متحدثا عن ما يخص اللاعب حسين النجعي، وكاشفا عن ان 4 انديه من دوري زين لا زالت تنتظر أن يتم اتخاذ قرار الإعفاء لها وتسير أمورها في تسجيل لاعبيها. نذهب إلى فاصل، بعده نعود لمواصلة الحديث في الجزء الأخير من برنامج الملعب، وفيه سنتابع.
حدائق جدة تحتضن بطولة البراعم. اهلا بكم من جديد، ورحب بضيفي الكريمين بندر الرشود وسامي اليوسف. اهلا وسهلا بكما. سريعا اذا كان لكم تعليق على ما قاله عضو لجنه الاحتراف علي الاحمدي، سريعا سامي. يعني الاستثناءات هذه بترجعنا لنفس الموال، نكرر نفس التجربه. اجابتها الاخيره. الاستثناء يعني انه واسطه. في تمييز في تعامل اللجنه بين بعض الانديه، كيف تتم او كيف يتم المنع لنادي نجران ويتم السماح لأندية أخرى بالتسجيل. كيف تم المنع لنادي نجران؟ نجران عليه حقوق أو مستحقات مالية تقدر بمليون مليون ريال، بينما أندية أخرى يعني بكون واضح أنا وصريح، مثل نادي النصر في مشكلة الماتورانا وفي مشكلة الوكيل أعمال السيد الكابتن مانسو، وما زال النصر سجل باستوس ولعب وبيسجل مثلا محمد حسين. نفس القضية تنسحب على المشكلة اللي قلناها قبل شوي فيما يتعلق بالاتفاق، انه ممكن يسجل لاعبين في ظل توقيف راتب اللاعبين اللي هم سعد الذياب وفهد المبارك. الفراغ اللي بتحدث عنه في لجنة الاحتراف في توقيت مهم، في لجنة مهمة في توقيت مهم، نرجع لأول اجتماع للاتحاد السعودي. لماذا رفض أعضاء الاتحاد السعودي الإشراف على اللجان؟ لأنهم اشترطوا الأعضاء الجدد وضع أولويات ويعني مواصفات. طيب. لمن تنطبق عليه المناصب، انه ما اجي انا اعين والله انت اي شخص. طيب. هم يعني محقين، لكن في هذا التوقيت خطا جدا حقيقه من الاتحاد الكره. هي اربعه عندي الان انها طلبت الاستثناء، هم خمسه واربعه في الدوري زين، اربعه في الدوري زين. الاستثناء معناته واسطه، ونرجع لنفس المشكله. بندر سريع. طبعا المرونه التي تقوم بها لجنه الاحتراف بسبب انه الأندية تتحدث إلى اللجنة أنه لديها حقوق معطلة في الاتحاد السعودي، سواء النقل التلفزيوني، سواء الإعانة، مدخولات الأندية متعطلة في الاتحاد السعودي حتى لسنوات سابقة. نتحدث عن حقوق الأندية في قنوات ناقلة سابقة، فلذلك الأندية تتعهد للاتحاد السعودي أو تطلب من الاتحاد السعودي أنه الالتزام متى ما جت الالتزامات يقوم الاتحاد السعودي، لأنه في حال لو الالتزامات وصلت للأندية ستقوم بسدادها. فلذلك أعتقد أن هذه المرونة، خاصة أنه لو لجنة الاحتراف الاتحاد السعودي بشكل عام كان صارم، أعتقد أنه لن يتمكن أي نادي سعودي من التسجيل. طيب. هذا فيما يخص القضايا التي أثيرت اليوم. نذهب للمباريات المنتظرة يوم غد، ثلاث مباريات: الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، والاتحاد الفيصلي. الحديث عن هذه المواجهات الثلاث في هذه الجولة 17 لدوري زين كيف تبدو في ظل الانتظار والترقب؟ مع ختام الجولة 17 من دوري زين غدا بمبارياته الثلاث، سيواصل الهلال ملاحقته الماراثونية للفريق النموذجي الفتح متصدر الدوري بلقاء هو الأبرز في هذه الجولة أمام الاتفاق على أرض الأخير ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام وبين جماهيره، في مباراة ستشكل منعطفا مهما في مسيرة الأزرق الهلالي بقيادة الهداف الماهر ويسلي لوبيز وكوكبة خط الوسط التي أنضم إليها مؤخرا الكولومبي بوليفار المطالب بملء فراغ اللاعبين الكبيرين أحمد الفريدي وعادل هرماش، فيما يذهب الاتفاق خامس الترتيب بنظره إلى المربع الذهبي والمشاركة الآسيوية، وقد أعد للمهمة عدته، فأعاد القديم الجديد البرنس تاغو إلى صفوفه ليشكل قوة هجومية مع لاعب المستقبل الهلال يوسف السالم، وسيكون خلفهما يحيى الشهري والعماني أحمد كانو. وطر الاتحاد من جدة إلى المجمع ليقابل عنابي سدير الفيصلي على ملعب الأمير سلمان بن عبد العزيز، وقد حشد للمواجهة قوة هجومية عديدة
مختار فلاتة والبرازيلي بيل والثنائي القديم نايف هزازي وفهد المولد ولاعب الوسط جورجي ساندور والحاضر الغائب أحمد الفريدي ليرفع العميد بهذه التغييرات سقف الطموح فيما تبقى من مباريات الدوري والدخول إلى كأس الأبطال أكثر جاهزية وندية. أما الفريق المضيف الفيصلي فقد حافظ على هدوئه في معترك الجبابرة وكأنه شيخ وقوف بين ثلة من الشباب يتعامل مع الواقع بعد أن حدد الهدف ورسم الطريق بالابتعاد عن مراكز المؤخرة وضمان البقاء في دوري الأضواء حيث يحتل الفريق المرتبة 12 وطموحه في المواجهة الفوز أو تكرار نتيجة الذهاب التعادل. وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز تدور رحى المواجهة الثالثة بين الأصفرين النصر والتعاون وفيها يريد النصر أن يثبت لجماهيره أن ما حدث أمام الأهلي كان كبوة جواد وأنه لا زال حصان الرهان الرابح للسفر إلى دوري الأبطال الآسيوي باعتباره رابع الدوري حتى الآن والظفر باللقب العربي واعتلاء القمة في كأس الأبطال المحلي وقد أحسن الاختيار بضم المهاجم البرازيلي رافائيل باستوس الذي سيعطي مدرب الفريق خيارات عدة لكن مشكلتي في الدفاع تظل قائمة رغم تعاقب الأسماء في الفترة الماضية. وعلى الطرف الآخر استجمع سكري القصيم التعاون في فترة التوقف وفي معسكره الخارجي قوى الإرادة للابتعاد عن المركز العاشر والتقدم خطوات في قائمة الدوري وتتويج الجهد بنيل إحدى بطاقات التأهل إلى كأس الأبطال والخروج بنتيجة إيجابية تصفي حسابات الذهاب وتدفع به إلى الأمام وهو يدرك أن نصر اليوم غير الأمس. المواجهات التي من المنتظر أن تكون يوم غد سريعا نسأل ضيوفي الاتفاق الهلال النصر التعاون الاتحاد الفيصلي المواجهات لن تغير كثيرا في الترتيب صحيح لكن لكنها هامة نعم الهلال بالعكس يهمه الفوز ومواصلة اللحاق بالفتح هي مباراة مهمة بالنسبة له أنا أتصور أجواء المفاوضات أو التعاقد مع يوسف السالم ستسيطر على المباراة من الجانب الاتفاقي أولا الهلال فنيا هو أفضل الاتفاق سيعاني من غياب كارلوس طبعا عدم مرافقة يوسف السالم للفريق في معسكر دبي ودخوله يعني مع المجموعة هذه يعني أمور حقيقة راح تؤثر فنيا أيضا الهلال راح يتأثر من غياب تقريبا 6 لاعبين مهمين ولكن بالمجمل الهلال فنيا هو الأقرب للحسم. الاتحاد الفيصلي؟ الاتحاد الفيصلي طبعا والله مباراة صعبة بالنسبة للاتحاد حقيقة يعني لكن أتجاوزها بالحديث عن النصر ليش صعب الاتحاد؟ الاتحاد يعني الفيصلي حقيقة كفريق يقدم مستويات أكثر من جيدة مجموعة متجانسة مع مدرب عارف قدرات لاعبيه والاتحاد حقيقة مستويات يعني متباينة بين فترة بين مباراة إلى لكن في الآونة الأخيرة كان له عودة ممتازة لكن تظل دائما مباراة الاتحاد الفيصلي يعني فيها شوي يعني تقارب المستوى النتيجة غير متوقع بندر طبعا النصر والتعاون إذا ممكن طبعا النصر والتعاون طبعا أكيد المباراة مهمة للفريقين التعاون يرغب في الهروب من النقطة 14 النصر طبعا خسر في الأسبوع الماضي من جولة مؤجلة أمام الأهلي يرغب أيضا أنه يتفوق يرغب أنه يعود من تلك الخسارة أيضا يعزز مركزه المركز الرابع نشاهد أنه فريقي الأهلي والاتحاد في هذا الوقت أو في هذا التوقيت بالذات يعني يبحثان عن المركز الرابع لذلك النصر يهمه هذا الفوز بالتأكيد أنه أيضا وجود رافائيل باستوس وتقديمه مستوى أو مردود جيد خلال المباراة القادمة يجعل النصراويين ينتظرون منه مجهود أو مستوى أفضل في هذه المباراة خاصة أن النصر أيضا تنتظر مباراة مهمة أمام الفريق الهلالي في الجولة المقبلة طبعا التعاون بالتأكيد أنه خلال الفترة الماضية زي ما ذكر الزميل سامي أنه
استطاع انه يقوم بتعاقدات جيده على المستوى الاجنبي، بالتاكيد انها ستلقي ثمارها على الفريق في قادم المباريات. الاتفاق والهلال اعتقدونها مباراه قويه كبيره تهم الهلال في ظل انه يبحث عن مطارده فريق الفتح، ايضا الاتفاق ايضا يبحث عن التعويض، وايضا ما زلنا نتحدث عن المركز الرابع، الاتفاق يمتلك 26 نقطه صحيح. يبحث عن النقطه 29. ومباراه الاتحاد والفيصلي بالتاكيد ستكون صعبه على 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 الفريقين. الفيصلي في الفترة الماضية وتحديدا في آخر الجولات كان هناك انسجام وتجانس في صفوف الفريق، طبعا بداية الدوري شهد الفريق مستوى هبوط بشكل كبير، فقد الكثير من النقاط، ولكن في الفترة الماضية أو في آخر ثلاث جولات قدم مستويات جيدة حتى على صعيد الاستعداد الفني قبل أو في فترة التوقف كان لديه مباريات ودية أحدها أمام النصر قدم مستويات جيدة. الفريق الاتحادي بالتأكيد هو أيضا قدم مستويات جيدة، كان عنده مباريات ودية أيضا في الفترة بالتأكيد، وأيضا عودة بعض لاعبي الفريق الاتحادي في هذه المباراة بالتأكيد أنها سترفع من القيمة الفنية للفريق الاتحادي. طيب في جدة أيضا أمانة مدينة جدة تطلق دوري للبراعم، براعم الأحياء، خطوة ممتازة جدا، وخصصت لها حدائق وأعلنت عن أن هناك حدائق لهذا البرنامج ولتنفيذه. يوم السبت القادم سيكون ختام هذا البرنامج برعاية تأمين جدة المهندس هاني محمد أبو راس. أيضا وفق ما علمنا أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سيكون متواجدا. المشروع يبدو مختلفا نوعيا هذه المرة عبر الهاتف، ورحب بالأستاذ محمد اليامي وهو المشرف على برنامج المسؤولية الاجتماعية في أمانة جدة. أستاذ محمد صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، أرحب عليك أبو خالد والأخوان الأستاذ سامي أستاذ بندر. يا هلا. اولا بس اذا تعطينا نبذه عن هذا المختصر عن هذا البرنامج. اولا الحقيقه الدوري البراعم الاحياء هو ياتي الحقيقه ضمن برنامج المسؤوليه الاجتماعيه اللي اسس الحقيقه بقرار من العالي الامين الدكتور هاني براس قبل 8 اشهر تقريبا، وتضمن مجموعه فعاليات ومبادرات. هذه واحده من الفعاليات اللي ايضا تاتي ضمن مهرجان للشباب، احنا حبينا نتبناه خلال هذا الاسبوع اللي هو اسبوع الاجازه، ونظمنا في الساحات البلدية تقريبا عندنا 50 ساحة بلدية من ضمن عناصرها ملاعب كرة قدم، وفضلنا أنه يقام دوري على مستوى البراعم حتى يكون هناك مشاركة لبراعم الأحياء بالنسبة لمزاولة الكرة على هذه الملاعب والتعريف فيها الحقيقة، لأن يمكن كثير ما يعرفون أن عندنا الحقيقة ملاعب رياضية في الساحات البلدية اللي مفتوحة أساسا من ضمن عناصرها الملعب، وهي حديقة عامة مفتوحة للأسرة بالكامل داخل الحي. يوم السبت الختام السبت القادم صحيح؟ اي نعم. الحقيقه طبعا الختام الحقيقه يمكن قد يمكن تبادر لذهن متسائلين كثير بالنسبه لدور الامان، الحقيقه احنا حبينا هذه مبادره مشتركه مع رئاسه الامارات على اعتبار ان احنا عندنا اتفاقيه تعاون، وعلى احنا ايماننا اساسا ان كل المبادرات الاجتماعيه لابد ان تكون فيها شراكه سواء مع القطاع العام او الخاص. المباراه حتقام على حديقه فيصل، وهي ايضا واحده من المبادرات الاجتماعيه للقطاع الخاص ممثل في جمعيه القطاع بأب جده، وستكون ان شاء الله برعايه الامين وحضور رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم. وجهت الدعوه الحقيقه الرسائل للاتحاد والاهلي والطبيع باعتبارهم انديه مدينه جده، اضافه الى مجموعه من النجوم حقيقه عندنا موافقه من الكابتن سعود كريري ونايف هزاز بالحضور. طبعا الفريق الاهلاوي على اعتبار انه عندنا كلمت الاخ طارق كيال، والحقيقه حبينا مشاركه اللاعبين لكن عندهم مباراه يوم الاحد يمكن ظروف المعسكر. رئيس الاتحاد السعودي سيحضر فيما يبدو هذه الفعاليه ان شاء الله. والحقيقه انا الحقيقه احب اشكر الحقيقه الاستاذ احمد عيد اللي متحمس كثير، وسبق انه اجتمع مع الامين لهذه المبادرات اللي انه يحاول يكون المستقبل تكون فعلا نواه أو مصدر بالنسبة للاتحاد السعودي لكرة القدم في اكتشاف المواهب. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد اليامي المشرف على برنامج المسؤولية الاجتماعية في أمانة جدة. سريعا سامي، فيما يبدو سريع في أقل من نصف دقيقة، خطوة مميزة نحن ننتظرها. خطوة ممتازة جدا من أمانة جدة حقيقة، الجانب الاجتماعي أمر مهم، هذه تغني أو تعزز من قيمة أيضا ما كان في السابق. طيب. اللي هي الساحات الملاعب، حضور النجوم أمر مهم، اهتمام الاتحاد السعودي أمر مهم، المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة يجب أن تحذو هذا الاتجاه. بندر، بالتأكيد مبادرة تشكر عليها أمانة جدة. البطولات الترويحية والبطولات التنشيطية مطلب في نحتاج لمثل هذه في الأحياء.
بالتأكيد حقيقة ساحات الأحياء موجودة، ولكن أيضا إقامة هذه الفعاليات من خلال البطولات وأيضا من خلال دعوة النجوم، من خلال دعوة مسؤولي الأندية تساهم أيضا في شعبية هذا الوقت الأمر. مناسب طالما نتحدث عن المنتخب، لاحقا قد يكون لنا حديث مطول عن هذه المسألة. شكرا بندر الرشود الزميل الإعلامي والكاتب المعروف على المسألة بندر، شكرا جدا لحضورك. شكرا جزيلا سامي اليوسف الرئيس تحرير صحيفة واي سبورت الإلكترونية، أمل لك التوفيق. شكرا للزملاء في الإعداد بقيادة عبد العزيز الناجي، والزملاء عبد الله الجمهور، فيصل العصيمي، على كل الجهود، بندر شويعر، على كل الجهود التي بذلت. شكرا للأستاذ عبد الله الحرازي أيضا قائم معنا بكل هذه الأعمال. نودعكم بهذا الإهداء الخاص الذي يقدمه فريق الإعداد في البرنامج للنجم القادم للكرة السعودية مصطفى بصاص، نأمل له التوفيق، نهديه هذا مع أجمل تحية من مخرج هذه الحلقة فهد المالكي. في أمان الله. وشوف بصاص بيعمل إيه. الله يا بصاص. مين اللي مثلي مين يموت في الحلوين؟ من اللي مثل أخذ الزين كله ولا شيء هو خلا؟ جنة